كابتن، لكي يصل الأهلي إلى هذه المرحلة ومرحلة التتويج، مر بمراحل في الثلاث سنوات الأخيرة، كيف بنيتوا الفريق ليصل إلى هذه المرحلة التتويج؟ وفي بطولتين في العامين الماضيين في إخفاق في البطولة الأفريقية، كيف وصلتوا للمرحلة دي؟ والله شوف أستاذ عوبي، أنت كويس أنك قلت لي السؤال ده، لأن أنا يعني بنشتغل بقالنا فترة طويلة لكن مش قادرين نوصل للناس احنا كنا بنشتغل ازاي. يعني احنا تولينا مسؤولية في ديسمبر 2017 كان في قوام فريق موجود. قوام الفريق ده كنت لازم تحافظ عليه، يعني ما تقدرش انت تيجي في يناير يعني ممكن كان فضل 2 لعيبه او 3 حد اضافة يعني، لكن القوام الرئيسي بتاع الفريق بتاعنا كنت ما تقدرش انك يعني لازم تكمل بيه، مش بس في يناير، تكمل بيه لغايه ما تنهي البطوله الافريقيه، يعني تكمل بيه الدوري وتكمل تاني بيه نفس الفرقه دي اللي كلهم مقايدين افريقيا، كنت لازم تلعب بيهم، تلعب الفرقه بتاعتنا. وما ينفعش هتغير الا في يناير 2019. ده مش معناه ان اللعيبه بتاعتنا كانوا موجودين ما كانوش على المستوى، لا كانوا ولاد كويسين جدا، لكن يمكن شخصيه البطل محتاجه نوعيه معينه يعني، لكن كلهم امكانيات كويسه. فانت النهارده فضلت ماشي بالفريق سنه كامله، الوقت الوحيد اللي ابتديت تغير فيه بشكل واضح وشكل محسوس لعدد لاعبين كتير واضافات كبيره كانت يناير 2019، وبعدين شهر 7 برضو 2019. 2019 السنه دي كلها اعداد انك توصل للمرحله دي، توصل ل انك انت تحقق بطوله بقى، انك انت وصلت عملت تحاول زي ما بقول بتحاول تعمل الصح. اهم من ده كله بقى الدعم الجماهيري، انا بقول دايما ده دعم الجمهور واحساس الجمهور، او الجمهور دايما بيحس لاعب النادي الاهلي انت لعيب بطل، لازم تكون على هذا القدر يعني. فجماهير اكسبت اللاعبين ثقه كبيره جدا بردود افعالهم، وفي نفس الوقت اللعيبه كان من جواها حاسين ان هم وصلوا بطولتين نهائي، مفيش توفيق لاسباب مش عايز اتطرق ليها انا، لكن خلاص ده توفيق او عدم توفيق، لكن كان هناك اسباب يعني، ومع ذلك انا مش عايز اتكلم فيها. فالبطوله الثالثه كانت كلهم بقول لك يعني ايه، عارف المكبوت قوي اللي هو نفسه ينفجر، هو حصل هذا الانفجار. مع عشان كده المباراه مثلا النهائيه، طبعا انا بشكر لعبتنا ولعبه نادي الزمالك فرقتين كبار في مصر، وبشكر الحقيقه الدوله المصريه كمان يعني لاستضافه هذه البطوله او هذا النهائي، عملوا بطوله كبيره وعملوا مباراه كبيره. لكن كنت قلقت شويه بعد الجول بتاعنا الاولاني، لان انا عارف ساعتها ان اللعيبه كلها حسوا انهم حققوا حاجه او قربوا، فده قلقهم شويه، فانت الريتم الاداء قل شويه. ده بالنسبه للشوط الاولاني. الشوط الثاني لما حسوا خلاص ان في تعادل وشوط جديد، حصل فيه انفراج اخر يعني او اسلوب اخر.